بالشكر والثناء للدماء الزكية اللي سالت في سبيل تحرير الأرض والدفاع عن العراقيين أجمع، لا سيما وإحنا في ظل انتصارات تتحقق في الرمادي، وأمل كبير أيضا أن تنتقل هذه الانتصارات إلى نينوى ومناطق أخرى. من حق الذين ضحوا بأغلى ما يملك الإنسان، الذين قدموا دماءهم الزكية، من حقهم علينا ومن حق العراق أن نتذكرهم وأن نتذكر ذويهم وأن نبذل كل وسعنا في سبيل أن نكون قدر المسؤولية. أيضا هي وقفة لصناع القرار، للسياسيين، لأصحاب المسؤولية أن يراجعوا ذاتهم. لا سبيل لنا إلا في ظل عراق موحد متآخي يتعاون فيه الجميع. هذه الرسالة يجب أن تبلغ مداها وأن نسعى في سبيل تحقيقها.